بحفل عشاء كبير حضره عدد من الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية في لبنان، أقامت جمعية هارت بيت الجالا دينر السنوي الخاص فيها لجمع التبرعات لمساعدة الأطفال اللي بيعانوا من مشاكل في القلب، وكان ملفت مشاركة عدد من المشاهير من أولهم دانييلا رحمة اللي بتقدم الحفل للسنة الخامسة على التوالي. وبهالليلة أطلت بوان شولدر جامب سوت باللون الأبيض مع جولد بيلت من دار زهير مراد. ليلة هي ليلة كتير مهمة بالنسبة لإلي، وكتير مبسوطة أنه أنا هون، كتير مبسوطة أنه أنتوا هون وعم بتغطوا هذا الحفل تنفرج العالم هارت بيت شو بيعملوا. ومن خلال هالعشاء بيتم جمع المال لمساعدة الأطفال، إن كان ببيع عدد من الأغراض بمزاد علني أو من خلال الكونسرت الموسيقي اللي بيتقدم على مدى يومين، وغنت فيه فاليري أبو شقرة وكانت لابسة فستان من تصميم إلي صعب. وهارت بيت كونسرت ما يكمل من غير مشاركة أنتوني توما اللي غنى Over You, We Are The Champions, Girls Like You. صار لي 10 سنين تقريباً مع هارت بيت. بلشت مع هارت بيت كنت قبل ما أطلع The Voice، قبل ما العالم يسمعوا بأنتوني توما بـ The Voice وبدانسينج وكل هول، كنت بلشت بهارت بيت بعائلة هارت بيت اللي عن جد صرنا عائلة، صرنا كتير قبل من بعض. بلشنا بالكازينو، هني بلشوا قبل الكازينو، أنا بلشت معهم بالكازينو، كان فيه يمكن 700-800 تيكت. هلأ عم نعمل ليلتين كل واحدة بـ2000 تيكت، والليلة اليوم دينيو دو غالا عم يجي عالم 800 شخص تا دينيو دو غالا، وما في أحلى من هذا الشعور. والكونسير السنة بعائلة